ابو ايش حياكم، هلا بيكم، حياكم الله. يلا تفضل اخوي، تفضل. تفضلوا اخوي، تفضلوا، زارتني البركه. اني مصطفى زهير عبد الغفور، مواليد 1993، اشتغل خياط. هواياتي انا اكون اعلامي والسباحه، وسكني الانبار قضاء هيت. وبصوره عامه يعني الهوايه الاساسيه واللي انا احبها كلش انه مصلحتي الخياطه. يعني طبعا بديت حياتي اني وعيت للدنيا بعائله كلهم خياطين، جدي خياط، والدي الله يحفظه لي خياط، عمامي، خوالي كلهم خياطين. فيعني نشأت بهاي البيئه اني يعني. وهذا الشيء يعني الدافع الاساسي اللي خلاني يعني اهتم بهاي المصلحه ومشيت بيها. وقت نومي دائما يبلش ب8 الصبح وينتهي يعني ب8 بالليل، مرات ب7:30. السلام عليكم يا بابا، شلون الشباب؟ صباح الخير. شلونكم حبايب؟ شلون الشغل يا وليد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل هلا على بيك. كل شلونك عيون؟ الله. والله الاخ مش شو تريد؟ ارمي مان؟ ارمي ما جيش؟ اي ارمي راكب. قلبي عندي هذا الزيتوني، وعندي هذا الكويتي، عندي هذا البحري، موجود عندي انواع اقمشه، عندي ايرانيات، وعندي موجود اقمشه هندي، هاي الطرحه وهاي الطرحه هندي، والباقي ايرانيات، هذا كله ايراني. هذه بدلت يعني. خدمتك انا عيوني. وصل من هذا؟ نعم. كويتي؟ نعم. عندك هذا كلش حلو. هذا الموديل؟ زي واحد. خدمتك. صارك حلو عجبني كلش والله. حاضر اني قلبي حاضر. اسم بالخير؟ رياض. الرقبة شلون تريدها عيوني؟ رياض قلبي، اكو هذا السبورت. رسمي. يعني فصار راس افصل لك. اي رسمي. مصطفى، انواع الاقمشة الموجودة عندك؟ قلبي الاقمشة حسب العسكريات اغلبهن ايراني موجود، وبالنسبة للمدني حسب الموسم، اذا الموسم صيفي موجود اقماش ياباني، وموجود باكستاني، موجود الزبده السعودي، واذا الموسم شتوي عندنا الصيني، وعندنا الانجليزي، وعندنا الهندي. فانت مساعد تفصل اي شيء يطلبه للزبون؟ اي نعم. انا مختص بالامان، انا مختص بالعسكري ومختص بهاي بالدشاديش المدنيه. اختصاصي رجالي. تعتمد عساكر مثل او مني مثل؟ القميص انا اشتغله بالانش دائما حفر رايده، والبنطرون اشتغله بالسانتي. يعني اكو فرق؟ اي نعم حفر. استاذ اسهل لي يعني، انا دائما بالافصال الانج يكون اسهل بالتقسيم لي الي كوده. انا المقصد هنا بالمحل حفر. نفس هذا تريد بالضبط حفر صار حفر. الظهر راح اشتغل لك اياه نفس هذا هندي عمر. والله استاذ يعني تقدر تسال الزبون. انا الحمد لله والشكر سمعتي حلوه بالسوق، وخاصه استاذ هو فصال يعني مضبوط يعني احنا منفصل الا يمه فانش يعني عنده تطورات بالفصال، يعني كل موديل عنده تطورات. وبالنسبه للموديلات مثل ما فضل استاذ رياض، عندي هوايه موديلات بالعسكري، عندي السبورت، عندي الياخه سبورت، وعندي الياخه تركي، وعندي الياخه قميص. بالنسبه للظهر انا اشتغله هندي، الكتف اشتغله غنامي، عندي اقباقه. وها والنوبه اللي ساعدني اكثر يعني وطورت عملي بهاي الماكينه، هاي الماكينه دائما نشتغل عليها تطريز، اللي هم دائما الجيش يحتاجوها من ناحيه الرتبه، من ناحيه الاسم، كل هاي الامور يعني
خلتني مصطفى لو انت يعني. اي نعم وبس بالامانه يعني انا حبيت اطور بالعمل مع العلم انه هي مكلفه، بس يعني ساعدتني وخلتني اطور بشغلي. يعني تدري قبل زمن ابائي انا ابويا وجدي مثل ما قلت لكم خياط، ما كانت كل هاي الادوات موجوده، كانت موجوده الماكينه اللي مال تيجن موجوده الاوفر بس. بالنسبه كتطريز بالنسبه يعني حتى ماكينه الاوفر هسه اختلفت مو مثل قبل. قطوا بالافصال، الافصال يعني دائما انا انطل اقرب موعد انا بالسوق 5 ايام انطل البدله اسلم البدله. وبالنسبه للدشاديش يعني مرات تطول 7 ايام مرات 4 ايام مرات اذا الموسم قوي لا مرات انطي شهر الموعد مرات يوصل الشهرين. بس على يعني قوه الشغل اكثر اشياء تحدد عليها مثلا مده تسليمك للبدله او للتصميم. هو البدله ولا الدشداشه تمر بعده مراحل. اول شيء تمر على المقص، وراها ننطيها لابل اوفر يضربها اوفر، وراها ننطيها مثل ما جاي تشوف الاستاد هنا الخياط عندنا هو يعني يبلش بيها خياط، وراها ورا ما تكمل من الخياط رجعها على هاي الماكينه اللي هي اليك ودقم، ورا الاليك والدقم مشيها على الاوتي. بهذا الشيء يعني يكون الشغل جاهز. هسه كم قياساتك للرجل؟ ان شاء الله ما بقى شيء هسه. استاذ البنطرون تلبسه فوق البسطال ولا جوا البسطال؟ لا رسمي. يعني أنا دائما أكون بالقياسات يعني حيل دقيق، وأسأل الزبون يعني الزبون هو جاي يريد يفصل، تدري يريد يفصل يعني حسب يكون لازم حسب الطلب أستاذ العزيز. يعني هو مرات أكو زبائن يحبون الشيء، هو ليش يجي يفصل؟ عود يروح يشتري جاهز وينهي الموضوع كله. بس الزبائن يجي مثلا يريد مننا أنا طويل، يريد قصير، يريد رفيع، على هذا الأساس إحنا نشتغل. فدائما أنا أحب يعني أأكد على القياسات ويا الزبون. هاي المنطقة تحبها عريضة؟ اي عريضة. أنا بلشت بهاي المهنة مثل ما ذكرت لك يعني من كان تقريبا عمري 9 سنين أنا وعيت على هاي المصلح. يعني بلشت بيها من كان عمري 9 سنين واستمريت اليومنا هذا. بس طورت انا عن نفسي طورت يعني بالشغل، تدري من خلال التواصل الاجتماعي من خلال هواية امور طورنا، ما بقينا يعني انا تعلمت. نعم هنا هنا الاستاذ هم تعلمت انا ويا سويا بنفس العمر، هنا الاستاذ هم جاي نعلم بيه. وهم يعني انا بالنسبة لي كشاب احب كل الشباب يشتغلون ويعني يطورون من انفسهم، كان بمصلحه الخياطه ولا بغير مصالح. يعني تدري التطور هسه احنا ماشيين للتطور وليس نرجع لورا. استاذ بالنسبه للحجل من جوا 18 والله كنت اواجه مشكله بهذا الشيء بالامانه، كنت اواجه مشكله يعني دائما هسه وبعد هذا الوقت من اسمي الحمد لله وشكر واصل. ما يجيني زبون جديد على اسم مصطفى ما شايف مصطفى هو، فيفوت للمحل السلام عليكم. عليكم السلام، وين مصطفى؟ من اقول له تفضل يتفاجئ يقول لي انت مصطفى، يعني يشوفني صغير بعدني شاب. يعني على هذا الاساس اني بس من يشوف الشغل يشوف يعني تجهيز المحل لا تختلف النظره مالته. انت قبل فتحت محل؟ لا مو قبل، انا اشتغلت ويا قلت لك اشتغلت ويا والدي، والدي يعني إلى فضل علي بهاي المصلحة بالأمانة. وبعد والدي الله يطول عمره يعني حبيت أطور نفسي وفتحت هذا المحل، بديت بيه من الصفر. أنا كنت أشتغل بهذا المحل بوحدي، ورا ما زاد شغلي ورا ما يعني رتبت أموري هنا عندي ابن عمي بلش وياي هم نفس هم كان طموحه إنه يكون خياط. هو اي مصلحه اي مصلحه يعني الواحد لازم يكون طموح. استاذ رياض ان شاء الله اليوم شنو من الايام؟ سبت ان شاء الله الخميس بالليل. وها بالنسبه للموضوع يعني المواعيد، يعني انا استاذ رياض هنا أنا مو اول مره يشتغل يمي، يعني اهم اي مصلحه لازم تكون صادق بمواعيدك بيها على مود يعني احد
يعني احد اهداف النجاح انه تكون صادق بمواعيدك، وخاصه تدري احنا بالخياطه يعني انا هسه ملتزم بالعمل تدري ما اقدر من بسبب المواعيد ويا العالم، يعني ما اقدر يعني مرات تصير عندي شغلات والله اجلها على مود مواعيدي وكلامي ويا الناس. هاي استاذ رياض ان شاء الله يوم الخميس تجي تستلمها. عندك ملاحظات عندك شيء؟ على راسي استاذ، كل الهلا، هلا بيك، دارتني البركه استاذ. بعد ما انتهينا من مرحله القياسات مثل ما توينا اخذنا للزبون، راح نبلش بمرحله الفصال اللي هو المقصتشي مثل ما قلت لك. قياسات موجوده هنا، ورا ما نكمل قياسات هاي المرحله يسموها الفصال. بالنسبه للمقص، المقص شيء اساسي بال هاي المصلحه. المقص الأبرة، يعني اكو هواي شغلات هسه احنا يعني ما اقدر استغنى عنها، مثلا الأبرة اليدويه، يعني مع العلم انه عندي مكاين وعندي كذا، بس تجيني شغلات يعني لازم استخدم بها الأبرة مال ايد. ورا ما ننهي مرحلة القص ناخذ الفصال من هاي المرحلة تجي على هاي الماكينة. هاي الماكينة هي اوفر. القص شنو بتفاصيل؟ بتفاصيل تثبيت الطول، تثبيت قياسات الكتف، تثبيت قياسات الاردان، يعني هاي كلها اساسيات على المقص. ورا ما نكمل تثبيت قياسات ونفصل على حسب الاصول يكون انتهينا من هاي المرحلة. حاليا بمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الخياط، وبهاي الفترة خاصة بعد ما جتنا الملابس المستوردة، يعني قمنا نقرم الملابس نصغرها من سايز لسايز، وتدري يعني أما التقريم يراد له نظافة، يراد له شغل، إذا مثل ما تلاحظ يعني هاي الخياطين اللي قبل مشتغليها يعني يشتغلوها بغير لون، فهذا الشيء اكبر غلط. يعني انا افضل انه تشتغل نفس اللون، تشتغل نفس الخيط، انا من يطلع عندك الشغل نظيف. يعني هاي المكاين يعني شلون اقول لك، احدث مكاين موجوده حاليا بالسوق. يعني هسه عندي هاي الماكينه ناطقه، وعندي هاي الماكينه هي تقطع خيط، عندي هاي الماكينه هي ترفع باي اوتوماتيك، هي تبند. ويعني بالماضي ما كانت اكو هاي المكاين، كانت بصراحه موجوده ذيك المكاين القديمه كانت تتعبنا حتى بمواعيدنا، هاي سهلت لنا هوايه امور هاي المكاين، يعني مواعيدنا صارت اقرب من قبل. بالنسبة للكهرباء، صرفها للكهرباء يعني شيء قليل كلش. من ناحية الكهرباء هو صعوبات مثل ما قلت لك على موضوع الأوتي، يعني بصراحة يعني أنا أعاني من موضوع الأوتي بالكهرباء. كانت عندي أنا مبادرة بزمن كورونا، اشتغلت كمامات وزعتها على دوائر الصحة، لأن تدري بذيك الفترة يعني اكو ناس قام استغلوا الموقف وقام يبيعون الكمامات بأسعار كلش غالية.
احنا حاليا بالمرحله الثانيه، هاي المرحله يعني يسموها اوفر. هذا دوره اذا جاي تلاحظ على مود القماش ما يسلت عندنا، ويكون الشغل مالنا نظيف 100%. وهاي الماكينه شوف، من اقول لك اكو مكاين متطوره، دور هاي الماكينه يعني هي تقص وهي تشتغل بنفس الوقت. اذا مثل ما جاي تلاحظ يعني هي تقص القماش وهي تشتغل. وهاي يعني هي تقطع اوتوماتيكيا، تقطع بيها حساسات. هاي نقدر نشتغل عليها 5 بكرات، نشتغل بيها خياط ونشتغل بيها قص ونشتغل بيها اوفر على مود ما يسلت القماش. يعني اوفر اللي هو مثل ما هذا، مثل ما شوفت لك اياه، هذا على مود القماش ما يسلت عندنا. دائما انا استخدمه كان بالتقريم ولا بالخياط، يعني دائما تكون الدواخل مال شغل مالتنا يكون نظيف على هذا الاساس نشتغله. حاليا انا بمرحلة التصميم. انا الماكينة اللي عندي نظامها بالضبط شلون نظام السي ان سي، بالضبط كأنما سي ان سي. اصمم على البرنامج، ورا ما اكمل تصميم انقلها عن طريق الفلاش واوديها للماكينة. هاي الماكينة ماكينة مال تطريز. اني بصراحة قبل لا اشتريها كنت متخوف من عدها، يعني لان تدري ماكينة سعرها مو رخيص، يعني ما يقارب تقريبا 30 ورقة إلى 40 ورقة. يعني كنت متخوف لو مثلا ما اعرف استخدمها، لان تدري هاي مطروحة جديدة بالسوق. فاني اشتغلت بيها على هذا الاساس، جبتها للمحل طورت نفسي بيها. اذا تلاحظ يعني هي عبارة عن ريبورت، هو يشتغل تلقائي، بس المهم اهم ما يمكن انه يكون التصميم بصورة صحيحة. والله نفكر انه يعني اطور المساحة، بس ما جاء القى المساحة المناسبة اللي يعني ما جاء القى المساحة او الموقع المناسب اللي اشتغل بيه انا. هسه حاليا هو عبارة عن ريبورت هذا الجهاز بالضبط. مجرد ما تنطيه التصميم مثل ما تشوف، صممنا الجيش العراقي باللابتوب، ورا ما كملنا نقلناه عن طريق الفلاش للماكينة. الماكينة هي حاليا راح تاخذ اجراءها، هي اللي راح تشتغل بهذا الشيء. هاي نستفاد من هاي الماكينة اسماء، نشتغل باجات تعريفية العسكرية، نشتغل مثل ما تلاحظ يعني حتى دشاديش انا استغليتها، قمت اشتغل بها طرزات دشاديش. بالنسبة للموضوع اذا تلاحظ يعني الرتب العسكرية، العلم العراقي، كل هاي الامور يعني جاي نستخدمها بهاي الماكينة. فهاي الماكينة حيل كانت يعني تخيل انه ادز البغداد يشتغلوا لي هذا الشغل، بس الحمد لله والفضل لله يعني قدرت اجيب هاي الماكينة واشتغل بها. بالنسبة للاسعار استاذ العزيز، اسعارنا يعني يختلف عن الجاهز. الجاهز انسب، بس كودا يعني الخياط هو بصورة عامة يكون اغلى، والاغلى مو يعني مو الاتعاب الشخصية، وانما عندك جودة القماش، يعني يختلف عن الجاهز. فلهذا السبب يكون يعني اغلى بشوية من الجاهز. الالات المستخدمة بالخياطة مثل ما قلت لك، المقاس شيء اساسي، بالنسبة للفيتة هم شيء اساسي عندك بالمحل، بالنسبة لماكينة الاوبر عندك، بالنسبة لماكينة الخياط، بالنسبة للماكينة الاليك والدقام، شغلات اساسية لازم موجودة بالمحل. وعلى رأسها الاوتي. الاوتي مثل ما شرحت لك يعني شيء مهم، يعني يكون موجود بالمحل. رسالتي للشباب بصورة عامة،
يعني مثل ما تلاحظون احنا ثلاث شباب قدرنا نحقق ونوصل باهدافنا، قدرنا نوصل نعين اهالينا. وانا انصح كل الشباب الخريجين والغير خريجين يفكرون بمشاريع، حتى لو يبدي من الصفر مشاريع بسيطة، بس متأكد راح ينجحون. وصلنا السور بعد إعادة تأهيله، بصراحة لفت انتباه هواية من السياح بصراحة. وشيء ثاني يعني راح يصير محط التفاتة المدينة تشيت، وأنا واحد من الناس يعني أحب أزوره، لأن تدري واحد من يريد يغير عن نفسه شوية ياخذ تيست بحياته يجي لهذا المكان. أنصح كل واحد يجي لهذا المكان. وبعد عندنا هواية مناطق بهيت حلوة، مثل عندنا النواعير، مثل عندنا ضفاف نهر الفرات بمناطق مناظر كلش جميلة. فتعالوا خلينا نشوف أنا وياكم. صراحة أنا أول مرة أجي ورا ما رمم السور. طبعا شفتوا المنظر، فشي كلش حلو، اطلالة المدينة هيت كلش جميلة. بس للأسف جاي نشوف ثالث أقدم مدينة بالعالم بهذا الشكل. يعني لازم يكون إلها التفاتة، وخاصة من الحكومة المحلية. يعني بصراحة جاي تلاحظون الوضع، حتى راح بالنسبة للسياح من راح يشوفون هذا الوضع ما راح يكون شيء إيجابي لمدينة هيت. أنا أتمنى هيت تكون محط التفاتة، وخاصة بالفترة الأخيرة بعد ما دخلت النواعير بالمنظومة السياحية. طبعا فتنا من باب وطلعنا من باب ثاني، لان نسيت اقول لكم يعني بالنسبه للسور باربع بوب، باب الغربي عندنا وباب الشرقي. تعالوا وياي خلينا ناجر توك توك ونروح للنواعير. طبعا التوك توك بالفتره الاخيره انتشر، وخاصة بهيت يعني صار بصورة مو صحيحة، فأنا أحب أصعد بيه بصراحة. وثاني شيء فتح باب الأرزاق هواي شباب، ومع احتراماتي لأهل التكاتك بصورة عامة، الله يحفظهم ويرزقهم. طبعا وصلنا النواعير، وأنا جبتكم بالتوك توك، لأن تدرون التوك توك صار باب رزق لهواي شباب. فهسه تعالوا وياي نشوفكم نواعير هيت. صوت النواعير له طعم خاص، خاصة أذهان أهالي هيت، يحبون تاريخهم ويحبون النواعير. ودائما يعني أنا أفكر إنه
يعني تصير مكانات ترفيهية أكثر من هذا المكان.